السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله جبت لكم مشروب، يعني واحد الاقراص وواحد السيرو غير، يعني غادي نحاول نشونجي لكم، يعني ننوع لكم لي فيديو. اليوم جبت لكم واحد المشروب هو والاقراص ديالو. دونك السيرو اللي بغيت نقدم لكم اليوم هو التغبيطال سيرو، هو والكينة ديالو التغبيطال فانيل. بالنسبة للتغبيطال سيرو كاينين هنايا، اكيد غادي نلقى في التعليق هذاك ماشي سيرو ديال فاتح الشهيه، هذاك ما نعرفوش ديال زيدو في الوزن، هذاك ديال الحساسيه. وي متفقه معكم ديال الحساسيه، ولكن بالنسبه للتغبيطال بالضبط ونيغافيت هاد الجوج هادو راه ما داخلينش لنا في الحساسيه بوحدهم. شدوا البرونسبكتيف وقراوها مزيان وغادي يبان لكم ديالاش التشخيص ديالهم بالضبط. بالنسبه للتغبيطال انا نقول لكم على المكونات ديالو. التغبيطال فيه تيحتوينا على ثلاثه ديال مركب من ثلاثه ديال الانواع، من سيبخو هيبتادين اللي هي واحد الماده تتنفع لنا الحساسيه فعلا، ولكن هذه راه ماشي ماده الحساسيه اللي عاديه، ماشي بحال لي كوكسيزون اللي تنعرفوهم جاهدين وخايبين وتعطيونا ديزيفي خايبين وديزيفي سكوندير يعني صعب بزاف. كاينين فيها ليزين وهو واحد الحمض اميني اللي يعملنا على تساعدنا في النمو، وكذلك تيعمل تيخدم لنا على الناس اللي عندهم نقص في النمو وزياده، يعني نقص في النمو تيخدم على زياده في الوزن، الناس اللي عندهم ارهاق والناس اللي فترات نقاها، يعني تيحيد لنا بزاف ديال الحوايج. هذا الحمض اميني اللي زين كذلك فيها مجموعه ديال الفيتامينات ديال بي 1 بي 2 وبي 6 ولا فيتامين بي بي. هاد لي فيتامين بي اللي فيه عندهم واحد الدور فعال لانتاج اعاده انتاج الخلايا، و تيساعدنا في النمو، كذلك تيقوي لنا المناعه وتيعاود انتاج الخلايا، تعطينا واحد الطاقه واحد وتزيدنا في الوزن بواحد الطريقه اللي يعني جد جد سريعه. بالنسبه للباكفيتال راه هو معروف وراه قديم بزاف بزاف بزاف. هي هو الغلط اللي ما خصكمش ديروا، اشنو هو؟ انا نقول لكم شكون اللي يستعملوه وشكون اللي ما يستعملوش. الغلط اللي ما خصكمش ديروا ماشي انكم تلبسوا على واحد النوع ديال السيرو ولا اي حاجه كان، سواء مكمل غذائي سواء شي دواء ديال الحساسيه او لا اي حاجه، تبقاو جالسين عليه او لا شتيه الفانيل ديال الراس، يعني باراسيتامول اللي خديتوه ما خصكمش تبقاو خادين فيه ديما ديما ديما. كل حاجه اللي خصنا ناخذوها بلا دوز اللي خصها تخاد بها والمده المعينه اللي خصها تخاد وتحبس، كل حاجه عندنا لها قياس وامتى خصها تخاد. دونك فوالا بالنسبه للبيكفيتال سيرو امتى ناخذوه؟ الوقت اللي حنا حاسين مرضنا، دزنا من فتره مرض، نقصنا الوزن بزاف، يعني الوليدات الصغار مرضوا هبط لهم فوا بزاف، تنشوف واحد الوليد صغير ما بغاش ياكل ليا مشطون هذا، دونك تنحاول ندخل ليه هاد بيكفيتال سيرو اولا بيكفيتال فانيل. بيكفيتال سيرو تيتعطى من عامين حتى الفوق، يعني من العامين حتى الكبار. بالنسبه للبيكفيتال فانيل من 6 سنين حتى الكبار. انا نقول لكم طريقه الاستعمال ديالو. بيكفيتال سيرو تيتعطى من فوق عامين، من عامين ل 6 سنين تتعطيو 2 معالق صغار في النهار، تتقسموه معلقه صغيره صباح ومعلقه صغيره بالليل قبل الماكله. بالنسبه ل 6 سنين حتى ل 15 عام معلقه صغيره 2 معالق صغار 3 ديال المرات في النهار. بالنسبه بالنسبه لفوق 15 عام يعني لادول حتى 6 ديال المعالق كبار في النهار يستحسن يتخذوا قبل الماكله بديك ربع ساعه نص ساعه. نجيو للاقراص، الاقراص تيبداو لنا من 6 سنين. بالنسبه لست سنين الاقراص من 6 سنين حتى ل 15 عام 2 حبات في اليوم، من 15 عام حتى يعني حتى الكبار كاع من 2 حبات حتى ل 5 ديال الحبات في اليوم ويتخذوا قبل الاكل. الطريقه امتى بدنا نبداو هاد المكمل باش اننا ناخذوه قبل من 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 التغذيه ديالنا؟ امتى اول مره بدنا نبداو؟ امتى خصنا نبداو؟ ما نجيش نبداو بالنهار، يستحسن ان نبداوه بالليل ياك، والناس اللي تيكونوا خدامين او اللي عندهم مدرسه يبداو في الوقت اللي تكون عندهم عطله او اللي يكون السبت وحد، حيت في الاول تيجيب لنا النعاس وترخي وتيجيب العيا. هادشي اللي كاين فيه. دونك الا بغيتو تستعملوه من عامين لولدك ما تاكلوش مزيان، مشطونين، ما عندهم سوء في التغذيه، تشوف داك الوليد ما تاكلش، دونك هذا راه مختص لنا على زياده في الوزن وفتح الشهيه. دونك راه تقراو الكونستركتيف راه مكتوبه فيه، انا ما نعطيكمش شي حاجه الا ما كنتش زعما واثقه منها بزاف.
وحاجه اخرى الله يعطيكم الصبر، بعدوا من دوك الخلطات. راني تنشوف شي خلطات في اليوتيوب راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راكم بغيتوا ديروا شي تسمم في ذاتكم، راكم بغيتوا ديروا شي كارثه في الذات ديالكم. بعدوا على دوك الخلطات نتاع تدقسوا الدبول فاني ديروا وتخلطوهم وتخلطوهم مع مواد اخرى. راه هادشي اللي تديروا راه واش راه دي برودوي شيميك نتوما تدقسوا تخلطوهم مع عشوب مع حوايج اخرين؟ لا، راه تتلعبوا بالصحه ديالكم. كل حاجه نمشي نستعملوها في المكان الصحيح ديالها، وناخذوها عند الناس الصحاح والناس الموثوقين بهم، ونستعملوها في المجرى الصحيح ديالها. دونك ما ناخذوش شي حاجه عشوائيا ونديروها، راه غادي ترجع لكم بالضرر على الصحه ديالكم. وانا تقبي تاسيرو، انا عند راسي انا الوليد الصغار من الحسن ما نعطيهمش. امتى نعطي الوليد الصغير؟ الا كان طاح في شي مرض خايب ما كانتش تايق نهائيا، ايه نعاونو بهذا واحد السيمانه جوج سيمانات، ونبقى غاديه تنحبسو ليه تدريجيا، ما نجيش نقطعو ليه مره واحده، نبقى غاديه تنحبسو ليه تدريجيا. كنت نعطيه ليه يوميا، نبقى تنعطيه ليه جوج مرات في النهار، ندير واحد السيمانه ونعطيه ليه مره في النهار، السيمانه الثانيه نهارية النهار، السيمانه الثالثه جوج مرات في النهار، حتى نحبسو ليه. حتى السيدات كذلك، يعني انت اختي ولا خويا اللي تتفرج فيا، الرجال كذلك، الشباب كذلك، بغيتو تبداو ما عندكمش الشهيه، الشهيه ديالكم مسدوده، تتحسوا براسكم يعني ما تاكلوش، العيال، الارهاق من قله الماكله، وبغيتوا تبداو مزيان ما فيه حتى شي مشكل، غادي يزيد لكم الشهيه ديالكم، وغادي تكتسبوا واحد الوزن اللي راكم بغيتوا، ومن بعد تحبسوا. الا بغيتوا تحبسوا تحبسوا تدريجيا. تجي هنا شي سيده تقول لي ترضع ولا حامله، ما تستعمليش نهائيا. سيده الحامله وليت ترضع ما ممنوع منعا كليا. السيدات اللي عندهم امراض السكري ممنوع منعا كليا، الناس اللي عندهم امراض الكلي، الناس اللي عندهم امراض الكبد، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، ما تاخذوا حتى شي حاجه الا ما رجعتوا للطبيب ديالكم. انا تنهضر هنا على الناس اللي عاديين ما تيعانيهم حتى مرض، يعني العطله قدامنا العطله. دابا حنا انا تنصور لكم هذا الفيديو في ديسمبر، اليوم 24 في ديسمبر، يعني العطله قريبه لنا، بقات لها 3 ايام. الولادات ديالكم ما كانوش تياكلوا، تشوفوا الشهيه عيانه اليوم، البنيه الصحيه نتاعتهم مطحطحين عيانين، الشهيه ما كايناش، الوزن هابط لهم بزاف، وبغيتوا تاخذوه ما فيها هدف. هي في الاول ندخلوه اليوم بالليل بشوي بشوي، نمشي واحد ثلاثه سيمانات حتى اربعه سيمانات ونستوبيو، ماشي ونبقاو غاديين وتنقصوا، جوج سيمانات ثلاثه ونبقاو غاديين وتنقصوا، حتى خمسه سيمانات سته ونحبسوا، ماشي عجبنا ونبقاو غاديين فيه. هذاك هو الغلط، وهذاك هو المرض بعينه. انا تنشوف يعني اطباء تيكتبوا وتيديروا هذه القضيه، تيعطيوك بحال هكا لمده شهر واحد المعلقه كبيره هكا ثلاثه ديال المرات في النهار، وتيبقى غادي تينقص حتى تيحيدوا لهذا. ونزيدكم واحد الحاجه، والاكل الطبيعي والاكل الصحي هو احسن حاجه. دونك هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه لهادو راه مش ديك الماده اللي فيهم اللي مقصه الحساسيه، فيها واحد لادوز كالفيتال، علاش نهضر لكم ونيرابيك، هاد جوج هادو، هاد الماده ديال الحساسيه فيها واحد النسبه يعني قليله، ولكن لاسيستين ولي فيتامين فيهم واحد، سمعوا لاسيستين، سمحوا لي مشى لي سمع الفيتامين ديال الشهر، لي زين هو ولي فيتامين فيهم واحد النسبه عاليه. دونك هادي هاد الماده اشنو تدير؟ تتحلنا الشهيه، من تحلنا الشهيه تنوليو تناكلو بزاف. داك الاكل اللي تناكلو هو تيتحولنا سعرات حراريه، دوك السعرات الحراريه تيتحولو للدهون، هما اللي تعطيونا واحد الوزن اضافي. هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، غادي نخلي لكم الصوره ديالو في الفيديو. الثمن ديال باك فيتال سيرو ديال 24.80 درهم، باك فيتال فاني ديال 43.80، غادي نخلي لكم الصور ديالهم بجوجهم في اول الفيديو. نتمنى مزيد من الدعم، بارطاجيو لي القناه مع صحابكم مع احبابكم على العائلات ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.